مشاهدي أهل بلدنا في كل مكان، أهلا بكم. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دوره مش بس بيكون مقتصر على المساعدات المادية والعينية، ولكن هناك دور تنموي ضخم جدا بيقوم به التحالف الوطني بكل مؤسساته، زي الفعالية اللي احنا موجودين فيها النهاردة من محافظة الجيزة ومؤسسة أبو العنين الخيرية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني اللي بتقوم بمحو أمية الكبار وعمل اختبارات وفصول للنهوض بالشق التعليمي لأهالينا هنا في محافظة الجيزة. مشاهدينا ابقوا معنا. مشاهدينا ولقائنا الآن مع الأستاذ مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العنين الخيرية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بحضرتك أستاذ أهلا مصطفى. بسعادتك أستاذ مها. النهاردة الحقيقة الفاعلية يمكن مختلفة، نعم. وهي تعليم الكبار وفصول محو الأمية تحت نعم. مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نعم. هذه الفاعلية بتثبت طبعا أن يعني دور التحالف مش بس دور خيري، ولكن أيضا في دور تنموي كبير أوي. يا ريت حضرتك تكلمنا بقى عن بداية هذه الفعالية. نعم، بسم الله والحمد لله. فعلا هي فعالية متميزة يا أستاذة مها، تختلف عن فعاليات كثيرة، وفعالية مش تخص بس الأفراد، بتخص المجتمع كله. ودي توجيهات معالي فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إحنا إزاي نقف بجوار المواطن المصري، نقف بجوار أهل بلدنا اقتصاديا واجتماعيا وعلميا. العلم بيحول الإنسان من إنسان سلبي إلى إنسان إيجابي، من إنسان لا ينتج إلى إنسان ينتج. شهادة محو الأمية اللي احنا فيها النهاردة أكتر من 250 مواطن عدوا 16 سنة، نساء ورجال، بيجوا عشان يمتحنوا. هم عايزين يحولوا حياتهم من إلى فعلا، ودي توجيهات معالي فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح، هو مهتم اهتمام كبير جدا نعم. بالشق التعليمي، فعلا. التعليم والصحة، وطبعا هم الحاجتين الأساسيين للنهوض بأي مجتمع. نعم. التعليم أيضا، لأن كان في السنوات اللي فاتت ناس كتير تسربت من التعليم، وأصبح نعم. هذا الجيل في ناس كتير جدا مش متعلمين فيه. لابد. حضرتك أشرت من شوية إن بيكون المواطن اللي جاي هنا فصول محو الأمية معدي نعم. 16 سنة. نعم. هل هناك شروط أخرى للالتحاق بفصول محو الأمية؟ لا، ما فيش أي شروط، بس يكون معاه البطاقة عشان يبتدي، إنه حتى معالي فخامة سيادة الرئيس ابتدي كمان يكون البطاقة من 15 سنة، يبقى 15 سنة ليه؟ لأن يا أستاذة مها المحو الأمية هو عايز يطور من حياته، عايز يشتغل، عايز يلتحق بعمل، عايز يلتحق، عايز ما يحسش بالعزلة عن بقية. نعم، يعني مظبوط. أكيد تمام. لو هو مش متعلم مظبوط، حاسس بالعزلة عن بيته، مظبوط، عن أهله، عن جيرانه. نعم. نعم. في حاجات كتير زي ما شفنا يمكن في يعني أثناء حديثنا مع العديد من أهالينا هنا، إن هم كانوا حاسين بعزلة شديدة نعم. جدا. من تمام. هنا بتأتي أيضا تمام. الأهمية النفسية للتعليم. مظبوط مظبوط. هو شوف سعادتك، مسألة الأهمية النفسية، شوف يا معالي فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بذوي الهمم. صحيح. ذوي الهمم هو مواطن عجز صحيا أن يخدم وطنه. فيبتدي يتقوقع، يبتدي يبقى انسان سلبي، بينما هو جواه طاقه بس مش قادر يخرجها، في عازل اسمه ظروف الصحيه مش قادر. لما معالي فخامه سياده الرئيس اكرمهم واصبح في اجهزه طبيه تعويضيه، واصبح في التحاق بالاعمال، واصبح في 5%، ده امر مطلوب مع كل المؤسسات ودمج كبير الحكوميه جدا في المجتمع. نعم. الحقيقه خرج نعم. منهم مواهب، جداً يعني جداً يمكن جداً. مواهب خلينا نقول انها ممكن تكون مش موجوده عند الاصحاء، فعلا كمان ده مواهبهم حقيقة، ده رائعه. حقيقة. ربنا عز وجل كان بيعوضهم في مواهب مش موجوده صحيح. عندنا احنا كاصحاء، وانتجوا نفعوا مجتمعهم اكثر من الاصحاء. لذلك على نفس الاطار زي ما سعادتك تكرمت في كلمه نفسيا، واللي معهوش تعليم، معهوش شهاده محو اميه، عنده الم نفسي. صحيح. عنده الم نفسي انه مش قادر يتحول من مواطن متقوقع إلى مواطن منفتح المجتمع، يقدر يقدم الشهادة ويشتغل بيها. وصل بيهم أعداد كبيرة جدا غفيرة. احنا سعادتك لما ربنا من علينا في مؤسسة فتحنا فصلين بس محو أمية سنة 2001، وصلوا لحد 72 فصل بالتعاون مع الهيئة العامة للمحو الأمية وتعليم الكبار. يعني احنا دلوقتي 72 فصل، ده الكلام ده كمان كان سنة 2001. احنا اتخرج من فصولنا 20 ألف مواطن. عزيز. 20 ألف، فيهم نسبة كبيرة دخلت الجامعة،
وخلصت الجامعه وخلصت دبلومات وابتدوا ما شاء الله يشتغلوا في مهن ويشتغلوا في صناعات، ابتدى يقدر يحسب ويقرا ويكتب ويسوق ويبيع ويشتري وهكذا. واهم من كل دوت متابعته لابنائه. النهارده احنا لاحظنا يا استاذه مها خلال سنوات ان اولياء الامور اللي تعلموا محو الاميه عندنا في مؤسسه ابو العنين، لما بنتابع اولادهم لقينا اولادهم اكثر تفوقا من غيرهم. ليه؟ ولي الامر بقى بيعرف يقرا، بقى بيعرف يقدر يتابع ولاده، يقدر يتابع ابنه وبنته، وتخرج من اصلابهم اولاد النهارده اللي مهندسين واللي دكاتره واللي محاسبين واللي واللي. كل ده ليه؟ بسبب اقبالهم على تعلم محو الاميه. وفي منهم ناس كتير بيقولوا لي بقى احنا عايزين نكمل وندخل الجامعه ونحقق الاحلام اللي كانت مؤجله. نعم فعلا، والاحلام المؤجله دي احنا وقفنا معاهم ما تاخرناش. اي حد منهم كان بيدخل الجامعه كنا بنسدد له المصروفات ان كان عاجز عن سدادها، وفضل تعالى تفوقوا وخلصوا بكالوريوسات وليسانسات، وربنا يتقبل من الاستاذ محمد ابو العنين والاستاذ سميه ابو العنين. اضيفي عليها سعادتك ان محو الاميه الحياه احنا بنعتبره مش دنيا بس يا استاذه مها، ده دنيا ودين. النهارده المواطن المصري مسلم او مسيحي، لما اشوف انا المواطن المسلم بيقرا في المصحف وانا عاجز ان اقرا في المصحف، والمواطن المسيحي بيقرا في الانجيل وانا عاجز ان اقرا فيه، ولما اجي اتعلم في محو الاميه اقرا في المصحف واقرا في الانجيل، بدخر كمان حسنات للاخره. يعني حتى مشروع محو الاميه ده ادخار بين الدنيا وبين الاخره. هو مشروع عظيم، مشروع عظيم قمه في الانسانيه الحقيقه، ان الانسان يتحول من ان هو فعلا حزين من هذا الحزن وهذه العزله بسبب ظرف ما حصل. نعم. نعم. زمان خلاه ما يلتحقش بالتعليم، ان هو بقى يبقى متعلم، لا وكمان في طموح للالتحاق بالجامعات. نعم. والعمل في مهن اخرى ومشروعات اخرى. نعم. او حتى اللي عندهم مهنه دلوقتي عايزين يطوروها عن طريق. نعم. هذا التعليم. طيب ده مشروع طموح يا استاذ مصطفى، يعني طموح. لازم الحقيقه يكون ليه كمان يمكن توابع، عايزين نعرف بقى الاحلام هنا. نعم. لمشروع فصول محو الأمية بالمؤسسة. الحقيقة الأحلام لمشروع محو الأمية هي أتت بسبب الفكر العالي اللي عندنا. إحنا النهاردة لما يجي هيئة اليونسكو وتعمل معانا بروتوكول وناخد الامتياز في نحن نكون الراعي الرسمي في جنوب الجيزة، نعمل بروتوكول آخر، الكلام ده كان سنة 2006، 2009 نعمل بروتوكول آخر أعلى مع محافظة الجيزة، نكون الراعي الرسمي لمحافظة الجيزة. ده أدى بالفكر العالي لتميزنا. نمرة اتنين إن المشروع آفاقه بعيدة، يعني هضرب مثال ساعتك، إحنا النهاردة بنعمل اختبار اللي هم مجيدي القراءة والكتابة. تخيل سعادتك ان النهاردة معنا اكتر من 250، اكتر من طالع منهم حوالي 50% بيقولوا ده احنا عندنا ناس كتير. اذا تحول اللي بيتعلم محو الاميه الى داعي كمان للمشروع، ده احنا عندنا كتير جدا من الناس ما كانوش يعرفوا عايزين يجوا بقى، عايزين يجوا، لدرجه ان احنا اقترحنا ان اللقاء مع سيادتكم القريب ان شاء الله، واحنا في فرح دايما لبلدنا مصر، ان شاء الله يكون لقاء فيه تقديم الشهادات لنجاحهم وكمان اختبار مجموعه اخرى هكون موجود. يعني القاعده عماله بتوسع، لما يكون عندنا 2021 1000 والنهارده ال 250 او ال 300 هيتحولوا ان شاء الله في اللقاء القادم ل 1000 و 2003. احنا كده ما شاء الله بنصل الى يعني تارجت او بيقولوا عليه يعني سهم كبير من الاعمال الصالحه في مؤسسه ابو العنين. والحقيقه ده دأب مؤسسه ابو العنين والاستاذ محمد ابو العنين والاستاذه سميه، يعني اعلى الله تعالى ذكرهما في الدنيا. الحقيقه ما في عمل صالح في مؤسسه ابو العنين الا رب العزه يجمع قلوب العباد حوالينا في المؤسسه، للنيه طيبه، دعمهم ذاتي، بيبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى حبا في مصر، احتراما وتقديرا لمعالي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفكر العالي ومشروعاته اللي بيفيد بها المجتمع. فعلا احنا في عصر تنموي ونهضة تنموية، وأولها يكون العلم لازم ولا بد. يعني حقيقي أنا سعيدة بلقاء جدا أستاذ مصطفى، وبشكرك شكرا جزيلا، وتمنياتنا طبعا أن يعني ينتشر أو تنتشر هذه المبادرة في كل ربوع مصر بإذن الله. ونعم القناة أستاذ مها والعاملين والزملاء الطيبين كلهم. شكرا.